صفقات اخرى اسمائها بتتردد، وقال لك النادي الاهلي بيتكلم عليها. اول حد اسمه بيتردد ان النادي الاهلي داخل في صراع عليه، وده شطارة من ادارة نادي انبي، هو جون ايبوكا. جون ايبوكا المسؤولين في النادي الاهلي قالوا مش في حساباتنا، النادي انبي بيبالغ في طلباته المالية وبقول له 35 مليون و 30 مليون و 40 مليون احنا مش عاوزين، احنا عندنا اتنين خلصنا اجنبي وبنخلص في التاني مكان بدري بانون ومكان ميكيسوني وده تمام، اذا مشي بيرسي تاو هنبقى نفكر نجيب مين، لكن ما عندناش صربعة ولا استعجال في الصفقات الاجنبية، مفيش. وبالتالي احنا ما بنفكرش في هذه الجزئية. حاجة التانية ان النادي الاهلي فجون ايبوكا خارج حسابات النادي الاهلي، جون ايبوكا خارج حسابات النادي الاهلي، هتقروا اخبار كتير ان الاهلي بيتفاوض معاه خارج حسابات. طب مين تاني خارج حسابات النادي الاهلي؟ محمود مرعي. محمود مرعي اللي هو مدافع فيوتشر خارج حسابات النادي الاهلي جملة وتفصيلا خارج حسابات النادي الاهلي. محمود مرعي تماما 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 مش في الحسابات بالمرة، لكن ولا باهر المحمدي ولا عبد الرحمن مجدي ولا احمد رفعت ايضا خرج من حسابات النادي الاهلي نظرا لتمسك فيوتشر باستمراره. اهلي بيتكلم في لعيبة فيوتشر محمد رضا بوبو، محمد رضا بوبو اللي هو لاعب خط الوسط، لكن احمد رفعت خلاص لا. احمد عاطف ايضا في كلام معاه لكن الراجل قالك مش هو، وعند احمد ياسر ريان، فقال لو مش احمد ياسر ريان يروح احمد عاطف ولا حد يعلم، لكن احمد ياسر ريان ادارة نادي فيوتشر والكابتن علي ماهر شخصيا متواصل معاه وقال له انه يعني هتبقى معانا وهتاخد تواجد مستمر وهتكسر الدنيا وهترجع هرجعك للمنتخب من خلال نادي فيوتشر والمشاركة في الكونفدرالية وحاجات بالشكل ده، فبيقدم اغراءات معنوية وادبية للانضمام. قال له هيجي الاجنبي، طب انت اللي هتلعب ولا محمد شريف ولا حسام حسن ولا مش عارف احمد سيد غريب ولا ايه، فبيتفاوضوا معاه للحصول على خدماته. وغالبا سيرحل احمد ريان عن القلعة الحمراء الى فيوتشر بعد، لان علي ماهر بيعرف يعمل صداقات مميزة مع اللاعبين وبالتالي بينجح في اقناعهم. احمد عاطف قلت لك انه خارج حسابات النادي الاهلي نظرا لسوارش والا اذا تغيرت رؤيته. يعني ميكاسوني النادي الاهلي بيدلل عليه عشان يمشي وقال لك خلاص ترى مش لاقين له بيع، نشوف له اعارة ب 200 300 الف دولار ويبقى في نية بيع 500 الف دولار او حاجة ايا كان بقى اللي بينوي شراءه. يعني محمد مغربي نجم النادي الاهلي المحترف في التشيك اكد في حوار تلفزيوني ان هو الاهلي لم يطلب عودته. والله محمد مغربي ده لعيب تحفة ومميز، وانا اتفرجت عليه في كاس العالم الاندية في الملعب في الامارات العربية الشقيقة، ومميز جدا 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 وللغاية يعني. الامر الاخر اللي انا عاوز اكلمك عليه هو اقول لك لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين.